حقيقة الزهد، الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين إلى الله عز وجل. والزهد حسب تعريف الغزالي هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. أقول زهدت في هذا الأمر، إذا رأيت شيء أفضل منه فتركت هذا وذهبت إلى ما هو أفضل منه. وهنا ترك المباحات التي هي حظ النفس أو الإعراض عن الرغبة والتعلق في الدنيا طمعا في ثواب الله في الآخرة. قيل لابن المبارك: يا زاهد. فقال: أنا زاهد. الزاهد عمر بن عبد العزيز، جاءته الدنيا راغمة فتركها، أما أنا ففي ماذا زهدت أو زهدت؟ فالزاهد من أتته الدنيا راغمة صفوا عفوا وهو قادر على التنعم بها فتركها خوفا من أن يكون آنسا بغير الله ومحبا لما سوى الله، أو يكون مشركا في حب الله تعالى غيره، أو أن الدنيا تركها طمعا في ثواب الله عز وجل. في فضيلة الزهد يقول الله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والزهد ثلاث درجات: المرتبة السفلى أن يزهد في الدنيا وهو مشتهى لها وقلبه متعلق بها، ولكن يجاهد نفسه ويكفها عن التمتع الزائد في الدنيا، ويسمى هذا المتزهد. المرتبة الأعلى، الدرجة الثانية، الذي يترك الدنيا لاستحقاره إياها، ولكن طمعا في ما هو أفضل من ذلك. فمثلا الله يعطيه درهم يقول: ما شو هذا الدرهم، أريد درهمين. يعطيه سيارة، هذه السيارة بسيطة، يريد سيارة أحدث. هذا ليس بزاهد، وإنما هذا طماع. هذا مرتبة ثانية. المرتبة العليا ألا يكون للإنسان رغبة إلا في الله عز وجل وفي لقائه، فلا يلتفت قلبه إلا لله عز وجل، وهذا المستغرق الهم بالله عز وجل. وفي ذلك جاء الحديث: من كانت الآخرة همه جمع الله أمره وأتته الدنيا وهي صاغرة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله أمره، وأصبح في حديث آخر يركض وراء الدنيا ولا يحصلها، بمعنى الحديث. والحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها. الحديث مرة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، دائما بحس حاله فقير، وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وهذا الحديث رواه الترمذي برقم 2465، ورواه ابن ماجه بنص: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: والحاصل أن الزهد هو الرغبة عن حظوظ النفس. فالإنسان لما ينساق وراء حظوظ نفسه يكره ترك الدنيا ويتعلق بها، أما إذا كانت الآخرة همه فهو ينتظر لقاء الله عز وجل. من أمثلة ذلك من يتعلق بالدنيا ما ذكره لنا القرآن الكريم في سورة النساء عن حال المنافقين. لما عرض عليهم الجهاد قالوا:
قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، وذلك لتعلقهم بالدنيا وفرارهم من الجهاد في سبيل الله. فرد عليهم الله تعالى بقوله قل متاع الدنيا قليل، أي لستم تريدون البقاء في هذه الدنيا إلا لمتاع هذه الدنيا. قال أما الزاهدون المحبون لله تعالى فقد قاتلوا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص، وانتظروا إحدى الحسنيين، وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة ويبادرون إليه مبادرة الظمآن إلى الماء البارد، حرصا على نصرة دين الله أو نيل رتبة الشهادة. وكان من مات منهم على فراشه يتحسر على فوت الشهادة كما حصل مع خالد بن الوليد رضي الله عنهم. هكذا يقول الغزالي كان حال الصادقين في الإيمان، أما المنافقون ففروا من الزحف خوفا من الموت، فقيل لهم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فإيثارهم البقاء على الشهادة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. أما المخلصون فإن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالشهيد هو في أعلى مراتب الزاهدين، لأنه زهد في الحياة من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ورفع راية الحق. طيب ما هي علامات الزهد؟ يقول الغزالي هناك ثلاث علامات للزاهد، كيف تعرف نفسك أنك زاهد؟ العلامة الأولى ألا يفرح بموجود ولا يحزن بمفقود. يقول الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فإذا جاءت الدنيا كلها إلى يديك فلا تكن شديد الفرح بها، وإذا أزيلت الدنيا من يدك كلها فلا تجزع عليها، وأنك أنت مجرد وكيل. العلامة الثانية أن يستوي عند الإنسان من يذمه ومن يمدحه، فسواء مدحوني ما عندي مشكلة أو ذموني ما نسأل، أنا بعض الأخطاء الموجودة عندي أكثر مما يذكرون. العلامة الثالثة للزاهد أن يكون أنسه بالله تعالى، ويكون الغالب على قلبه حلاوة الطاعة. فالزاهد من يستوي عنده الفقر والغنى والعز والذل والمدح والذم، وذلك لغلبة أنسه بالله تعالى. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله جعل الله الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل مفتاحه حب الدنيا، وجعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا.